الإمام تحدى كل تلك التحديات وواجهها بإثبات أخلاقه التي شد الناس من خلالها إلى سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وآله. وبطبيعة الحال هذا يزعج عروش الظالمين. هنا تنبه المأمون إلى هول الخطب، لابد أن يتخلص من علي بن موسى الرضا بأقصى وقت ممكن، حتى لا ينهال الناس إليه، أو حتى لا ينهال الناس إليه، حتى لا يقصدونه يذهبون نحوه. وفعلا بدأ يتحرك في هذا الجانب، فما وجد أفضل من أن يدس السم الذعاف إلى قلب إمامنا الرضا حتى يتخلص من الإمام. يقول أبو الصلت الهروي: كنت مع الإمام جالس في الدار، فالتفت إلي قال: يا أبا الصلت، هي بواب الإمام، يا أبا الصلت الآن يأتيني رسول الخليفة. يقول: ما أتم الإمام كلمته إلا والباب يطرق. من؟ قال: أنا رسول الخليفة إليك، قم يا ابن رسول الله واستجب إلى دعائه أو إلى دعوته. يقول أبو الصلت: قام الإمام يمشي على قدميه وخرج من الدار، صرت أمشي خلفه إلى أن وصلنا إلى دار العباسيين. هناك أوقفني الإمام عند الباب، قال له: يا أبا الصلت أنا أدخل ساعة وأطلع، أنت انتظرني عند الباب، بعد ساعة أنا راح أخرج، لكن إذا خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني، وإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي. يقول دخل الإمام على المأمون، المأمون قاعد وأمامه طبق فيه عنب رازقي ورمان، جلس الإمام معه، التفت المأمون إلى الإمام قال: تفضل يا ابن العم كل، هذا طعام طيب، وهذه ثمرة جاء بها في غير أوانها مخصوصة إلي، أريدك تشاركني في تناول هذا العنب، كل يا ابن العم. بادئ الأمر الإمام امتنع أن يأكل، ألح عليه المأمون إلى أن قال: لعلك تتهمنا بشيء، ليكون شاك فينا. هناك الإمام عمد إلى طبق العنب، أخذ منه ثلاث عنبات لا أقل ولا أكثر، لاكها بين أسنانه، حركها على لسانه، قام من ساعته على قدميه واقفا. التفت إليه المأمون: ها إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. خرج الإمام من دار المأمون. يقول أبو الصلت: نظرت إلى الإمام وإذا بالإمام مغطى الرأس، الله أكبر، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم صار يمشي الإمام متجها إلى داره، يمشي خطوات ثم يقف، يمشي خطوات ثم يجلس على قارعة الطريق، من شدة مفعول ذلك السماء، إلى أن وصل إلى الدار، فتح الباب ورمى بنفسه على فراشه. التفت إلى أبي الصلت قال: يا أبا الصلت لقد فعلوها، يعني دسوا إلي سما قد تعالى، لكن يا أبا الصلت أغلق الأبواب ولا تدع أحدا يدخل علينا فإني مشغول بنفسي. يقول أبو الصلت: أغلقت الأبواب وجلست في داخل الدار، بينما أنا أنظر إلى الإمام بتلك الحالة وقد تغير لون جسده، وإذا بصبي سداسي أو سباعي يمشي في صحن الدار. قلت: يا هذا كيف دخلت الدار والأبواب مغلقة؟ قال: يا أبو الصلت لا يضعف يقينك فينا، إن الذي جاء بي من المدينة إلى هنا هو الذي أدخلني الدار والأبواب موصدة. نظر أبو الصلت في وجه ذلك الصبي وإذا به أشبه الناس بالإمام الرضا،
بمجرد أن نظر إليه الإمام الرضا فتح باعه إليه ضمه إلى الصدر، ثم التفت إلى أبي الصلت: يا أبا الصلت، هذا الإمام من بعدي، هذا ولدي أبو جعفر محمد بن علي الجواد. ثم صار الإمام الرضا يوصي الجواد بالوصايا: هذا والإمام قد تغير لون جسده، أصفرت ألوان وانت صارت قصيرة، أصفرت ألوان وانت صارت قصيرة، وأسفى برد غربة يموت بلا عشيرة. يا ما يبين عاددين ما عدهم محن، أحسن الله لكم العزاء. ثم صار الإمام الرضا يوصي ولده الجواد ببعض الوصايا، إلى أن قال: بني إن أنا موت فغسلني وكفني ولفني في أثوابي، ثم تقدم وصل علي، ثم ارفعوا جنازتي وادفنوني في موضع قبري. علامة القبر أنه إذا حفر ينبع في وسطه ماء، تخرج في وسط الماء حوتة، فإذا غابت تلك الحوتة وغار الماء فأنزلوني في قبري فإنه موضع قبري. ثم أخرج شيئا من فيه أشبه بالعصفور، ابتلعه الإمام الجواد هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه وانعطف عرنينه، تودع من ولده قائلا: في أمان الله، في دعة الله. ثم غمض الإمام عينيه وأسبل يديه ومد رجليه وأطبق فاه وفاضت روحه الطائرة. أين الصارخون وإماما وغريبا ومظلوما، واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل، لجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش لهم سود من الشرى، ومنهم مدامعهم تسيل، اهتزت السبع العليا وبالأرض صار انقلا، قام شبل يغسل والدمع من عينها ما مدد على المغتسل، والماء جاه من السم، لكن بلطفوف حسين جده غسل بفيض الدماء، والجفن ساف الثرى عريان مسلوب الفيا، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحياش حتى يبعث الله قائما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حاجة كل محتاج. مسألة الدعاء إلى